هلو ايفريوان واهلا وسهلا فيكم. اليوم مباشرة من قلب بوتيكات عم نصور اول توتوريال رسمي رح تشوفوه على قناة بوتيكات ورح تشوفوه عندي على اليوتيوب واكيد اكيد عندي على الانستغرام والسناب شات. خليكم معي لتشوفوا البرودكت المستخدمين وتكنيك ل how to achieve beautiful smoky flawless skin dewy skin and natural lips. So guys مثل ما خبرتكم اليوم عم نصور اول توتوريال مع بوتيكات. So اليوم رح نبلش بالعيون ورح نستخدم stay on spray from benefit ب light medium shade. رح نبلش العيون رح استخدم من بلاك اب قلم waterproof لونه بني. سو انا من بعد ما حددت رسمة العين اللي انا بدي اياها بالقلم البراون وعملت له بلندنج للقلم واهم شيء يكون شوي سريعين مشان ما ينشف. سو طريقة كتير سهلة صبايا اللي عم يحضرونا، حددوا اللاش لاين كأنكم عم تعملوا ناتشرال سموكي، اسحبوا العين لبرا بهالطريقة واخلقوا كريس، هيك بسهلنا الشغل منشان تفتح العين أكتر وتبين أحلى، وأكيد للأشخاص اللي عندهم العيون مبطنين كمان كتير بتساعد هذا التكنيك. أما الفرشة اللي عم بستخدمها فهي من ميك اب فور ايفر رقمها 216. So اليوم باليت رح نستخدمها من Urban Decay Naked Heat. رح بلش باللون انتقالي Low Blow وأكيد بنصحكم على طول منشان يطلع البلندنج معكم بيرفكت، خلوا حركتكم على طول Circular Motion، حركة دائرية وروحوا فيها شمال يمين يمين شمال. من بعد اللون انتقالي واللون تاني اللي استخدمناه اللي هو Medieval رح ننتقل إلى Lumber. ينن نار نار وشرار. إذا حابين كمان يكون مكياجكم أقوى بشوي يعني more smoky، كل اللي عليكم تعملوه إنه ترجعوا تعيدوا بالقلم شوي على اللاش لاين أو منبت رموش مثل ما بنقول، ونرجع نعمل blending للقلم. وراح استخدم من palette Urban Decay Naked Heat كمان ashes. راح نبلش بالفاونديشن، بس قبل الفاونديشن راح استخدم step 1 equalizer من ميك اب فور ايفر اللي هو hydrating primer، كمية قليلة منه بس منشان تعطينا ترطيب، هيك بتساعدنا يطلع الفاونديشن احلى. رح بلش بالسكن ورح استخدم 2 من شيدز المفضلين عندي من ميك اب فور ايفر، الترا اتش دي بيرفكتر نمبر 8 والترا اتش دي ستيك نمبر 405 بدرجه اصفر او اليلو. ليش عم بستخدم نوعين من الفاونديشن؟ لانه احيانا مش كل الوجوه بدها فول كفرج. مثل ما لاحظتوا هيدا منتج جديد ميك اب فور ايفر رائع بامتياز، وهو انفيزبل فاونديشن منه مؤذي للعين. اما البرش اللي عم بستخدمها فهي رقم 108 كمان من ميك اب فور ايفر. عطول خلوا حركة البرش بهالطريقة اللي انا عم بستخدمها، حركة المساج بتكون لفوق، كمان هيك بنساعد انه البشرة تضلها نضرة اكتر ومرتاحة. اكيد لاحظت انه في مناطق بالوجه بدها مور كفرج، كرمال هيك رح استخدم الالترا اتش دي الستيك. واهم شيء بالميك اب انه عطول خدوا الفاونديشن بالبرش، يعني ما تستخدموا الفاونديشن دايركتلي على الوجه. اول شيء هيك بتتحكموا بكميه الفاونديشن اللي عم تستخدموها وبيطلع الوجه مرتاح اكثر وما بيكون كيكي وسميك بالكومبلكشن. وقبل ما استخدم الكونسيلر راح ابتدي بالاندر بينتينج اللي هو جديد ميك اب فور ايفر، اللي هني كوركتر كونسيلر اند فاونديشن بنفس الوقت بدرجه اليلو، كميه قليله منها بتعطينا هايلايت كتير حلو تحت العين وبساعد كمان انه تبين العين سوبر هيلثي. So guys من بعد الاندر بينتينج رح ننتقل للالترا اتش دي كونسيلر، هو من افضل كونسيلرز اللي بستخدمهم انا، والدرجه اللي عم استخدمها يلو 31، رح اخذ كميه كتير قليله ورح احطها تحت العين. نفس التكنيك نفس الطريقه للكونسيلر اللي هي بالبرش واللي هي بتساعد على عدم اظهار الخطوط الصغيره اكثر، لتحصلوا على كونسيلر نتيجته تطلع كتير حلوه تحت العين حطوا الكونسيلر اتركوه شوي تقريبا شي دقيقه، قعدوا على سناب شيكوا انستغرام وبعدين عملوا له بلندنج. رح نفتح شوي هيدي المنطقه هون، من بعد ما نتاكد انه الكونسيلر ثبت تحت العين صار فينا نستخدم بيوتي بلندر. رح استخدم لوس باودر من سنسي، نجيبه فلافي براش وتثبتوا الكونسيلر والفاونديشن. رح نرجع للعيون، رح نستخدم كمان كمية قليلة من الترانسبيرنت لوس باودر سنسي، ورح نرجع للقلم البراون كمان من البلاك اب، خط رفيع على اللور لاش لاين لنعمل سوبر ناتشرال سموكي. نفس القلم رح استخدمه بقلب العين، بناخد براش صغيرة بنعمل له شوي بلندنج للقلم.
ننتقل مرة أخرى إلى باليت أوربن دي كي ناكيد هيت، وهلأ رح ناخد سكورتشت، لون شيميري بيجمنتد كتير حلو. ننتقل مرة أخرى إلى لامبر، كمية قليلة منه. جليتسي باليت ميكا فور ايفر اكسكلوزيف بوتيكات، ورح بلش بسكالبت بشيد سيبيا واللي هو للكونتور براونش جراي ستون، رائع جدا. وانا بنصح كل الاشخاص انه شوي نبتعد عن الكريمي كونتور، سبيشلي بفصل الصيف لما تكون الحراره مرتفعه، هيك بنكون عم نخفف طبقات وطبقات من الفاونديشن والكريمي كونتور. سكالبت على اللور بارت من منخار جميلتنا اليوم، كميه قليله منه، شوي هون. رح ننتقل للبلاش، ورح اخذ بيتش بلوسم بيوتيفل بلاش من ميك اب فور ايفر، فيه لمعه خفيفه جدا، كميه قليله، نستخدمها على الابر بارت. ورح اخذ جولدن ساند كمان من الجليتسي باليت واللي هو جولدن هايلايتر، ونحطها تقريبا بين العين فوق البلاش. نفس الهايلايتر اللي عم نستخدمه رح استخدم منه كميه كتير قليله تحت الحاجب، رح نحط شوي هون، ورح نوزع شوي كمان هون على الفورهيد، وهيك صار عنا all in all glow. فوكس تبع الجلو على التشيكس، وكل الوجه مدوي بطريقة ناتشرال. بعدنا بالgolden sand make up forever، رح اخد كمية قليلة منه، غمض شوي ونضوي أكتر أول العين. ننتقل إلى الحواجب، وعم بستخدم من أناستاسيا بيفرلي هيلز براو باودر ديو ان شوكليت، لون جميل بني حلو. ننتقل الى الجزء الاهم واللي هو اللاشز، واليوم رح استخدم من بينكي جوت لاشز نغم. كل اللي رح اعمله لللبس انه كمان رح استخدم نفس الهايلايتر، نعطيهم فوليوم اكتر من أناستاسيا بيفرلي هيلز برونزد ليب جلوس. هذه ماسكارا باد جيرل بانك فروم بنفيت. هيك بنكون خلصنا توتوريال اليوم من بوتيكات مع جميلة نادين، إن شاء الله تكونوا حبيتوا الخطوات. كل اللي عليكم تعملوه يا صبايا تكونوا شوي مركزين بطريقة استخدام الفاونديشن والآي شادو والبلندينج، وتذكروا على طول إنه كل ما خدتوا وقتكم شوي بالميك اب كل ما كانت النتيجة أحلى وأحلى. بحب أرجع أذكركم إنه كل البرودكت اللي استخدمناهم بهذا اللوك موجودين عندي بالبوتيك ببوتيكات. إن شاء الله تكونوا حبيتوا كل الخطوات، بشوفكم المرة الجاية.